بالظبط كده. مبروك لجماهير النادي الاهلي النجمه الرابعه. النجمه الرابعه 40 دوري عام. كل واحد من روادنا اللي ربنا توفاهم، ربنا يرحمهم جمواتا جميعا ويرحم امواتنا كمان جميعا، ليه دور مش بس كوره، لان لما يكون الفرقه الاخرى ابطال وبيساعد بيدي ثقه اكبر للعيبه الكوره اللي هيتحقق النجم الرابعه. فهنا العاب اخرى، ورواضنا الحاليين واللي توفاهم الله وكلهم كل التقدير والاحترام، وان شاء الله ربنا ينعم عليهم بنعمته وبرحمته الواسعه باذن الله. كل واحد له دور، واللي دور كبير قوي كمان جمهور الاهلي، جمهور الاهلي الحقيقي، جمهور الاهلي اللي هو بيدفع فرقته، جمهور الاهلي اللي هو بيساند فرقته، جمهور الاهلي اللي هو العنصر رقم واحد. لما زي ما قلت لكم في حفله في الطايره دي النهائي الشوط الثاني، فرقه تونس 25 24 23، فاضل بونت ياخدوه. الاولاد مش بس الجمهور والاعضاء العاملين اللي كانوا موجودين والاطفال الصغيرين اللي كانوا حاضرين، اللي هم كانوا لابسين فانيله الاهلي وكلهم من ناشئات الطايره. وانا دي ملحوظه كابتن رفع بقدر وفين كابتن رؤوف، من فضلك كل بطولات بعد كده وكل فرق كبيره بتلعب عايز الفرق الصغيره بمدربينها في المدرج، شوف الاولاد المدرب يديهم تعليمات يعلموهم الكبار دول بيعملوا ايه، ولما يحققوا بطوله فيها للاولاد الصغيرين دفعه معنويه كبيره جدا ان شاء الله. فارجو انك تهتم بالكلام ده هنا. فاحنا لما شفنا دوت الجمهور قلب الاستئصاله، جمهور الشباب اللي كان موجود، جمهور الاعضاء، جمهور الناشئين الصغيرين، غيروا النتيجه. انا كنت قاعد، غيروا النتيجه والحمد لله كسبنا، وكسبنا 3-0 الحمد لله. النجمه الرابعه مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لحضراتكم ولكل الاهلاويه والجماهير الاهلي لي في كل مكان في العالم، اللي انا بحسه برضو انه موجود في كل مكان في العالم طبعا طبعا. يعني ان شاء الله تكون امتداد لبطولات قادمه. بس برضو عايز اقول للعبتنا ولجهازنا، لان انا بثق فيهم جدا جدا جدا، ان احنا مش هو ده املنا بس، لا في امل تاني. الامل التاني بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله باذن واحد احد. ومش بس الامل ده، ليه الامل الاعظم بالنسبه لنا كاس العالم للانديه. بس كاس العالم للانديه احنا رحنا وحققنا مركز هايل اللي هو المركز الثالث، عايزين نكسر ده وعايزين نروح يكون عندنا هدف، وانا هدف اعلى من ده، وده اللي انا متاكد ان شاء الله ولادنا بجهازنا الفني باعضائنا بمجلس ادارتنا بجماهيرنا كل دولت هيدفعوا هذا الامر. وفي النهايه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، احنا نعمل بس اللي علينا، ربنا بقى يوفق. ده موضوع نشكر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، يعني نحوز على توفيق الله باذن الله. هنا احنا وصلنا للمنظومه الكامله، منظومه كامله، وفي الاخر بقى هو ده كل انا شرحته ده بيمثل كيان النادي الاهلي. كيان النادي الاهلي بجماهيره، باعضائه، برواده، بنجومه، باساطيره، مجلس ادارته، كل حاجه.